دكتور حلو، صباح الخير. صباح الخير، أهلا أنا تدريب لكل المشاهدين. أهلا يعطيك دكتور. العافية دكتور. شو القصة وكيف عم بتتم المعالجة من قبل الوزارة؟ هلا القصة مش جديدة، يعني نحن القصة حكي فيها الدكتور أبيض معالي الوزير امبارح من مؤتمر. فترة، بس نعم. قررت اليونيسف تخفض المساعدات. هي بالإجمال المساعدات لكل نازح بيطلع له 25 لتر مي بالنهار، وكل يوم كل يوم يوم يومين بيجوا بفضوا الجوار الصحية. نعم. هلا قللوا الخدمات والتقديمات للنص، حلو. أكيد صار في وضع غير طبيعي. هلا نحن بالنسبة لنا كوزارة الصحة عندنا فرق على الأرض هونيك، وعم نناشد الدكتور أبيض حكي معهم لليونيسيف وإنه يرجعوا للمجتمع الدولي يأمنوا له للنازحين الأمن الصحي في لبنان قبل ما نأمن لهم الأمن بسوريا ولا مطرح. بس المشكلة الأساسية عندنا نحن هون، إذا لا سمح الله تفشت الأمراض الصغيرة، وهلأ نحن بالربيع بعد شوي جاي الصيفية، يعني ممكن إذا لا سمح الله تفاقمت الأمور ترجع تبلش الكوليرا وتنتشر بشكل سريع بالصيفية بالنسبة للماء والمياه المبتذلة. هذه اللي عم نناشد فيها. هلا انا الساعه 9 عندي فريق من وزاره الصحه كامل متكامل مع اليونيسف مع الترصد الوبائي عم يبرموا بالمخيم بعرسان. نعم. هلا الساعه 10 عندي لجنه البيئه النيابيه كمان عم نطرح بنعلي صوت بمجلس النواب، واكيد رح نحكي بعد الاجتماع. وعمنا اليوم هلا الصبح في عندي كمان اليوم اخذوا فحص مي، بس مع الاسف كل الفحوصات المي اللي عم نفحصها على فتره معينه صرنا من فتره ولا فحص طلع مطابق للمواصفات، كلهم غير مطابقين. عم نحكي بمنطقه عرسال. يعني بس نتيجه شو المي هيك؟ يعني عم بيتقدم لهم مي ملوثه؟ يعني المي المياه المبتذله عم بتكون بقلبها. عم بتفوت عم بتكون بقلبها، يعني عم بيكون فيها ميكروبات. طيب بس عم نحكي يعني هذا غير دكتور، صالحة بس خلينا نوضح يعني. خلينا نوضح للناس احلى ما ياخدوها مخيم ويقصوها عرسال. ويكبوها. بس بمخيم عرسال المي يعني الصالحه للشرب غير مطابقه. بس هونيك هلا بس هونيك. اوكي. ان شاء الله اليوم كمان عندي في عينات مي رح ناخذها، مشكورين من وزاره الطاقه كمان عم نساعد نحن وياهم. المهم الاساسي انه اليونيسف والمجتمع الدولي يرجع يساعد مثل ما كان يساعد النازحين الموجودين على الاراضي اللبنانيه وخاصه بالمخيمات المكتظه، لنقدر على القليله الامن الصحي يتامن لحتى ما ينتشر ولا اي وباء ولا اي عدوى بين النازحين وتنتقل الى المواطنين اللبنانيين الشعب المضيف يعني. نعم. وانا نهار الجمعه اذا الله راد الصبح كمان عندي جوله فوق الساعه الصبح قبل الظهر مع اليونيسف وعن المجتمع الدولي كله، رح نكون فوق للمعالجة يرجعوا عن قرارهم ويرجعوا بيرجعوا بيقربوا المساعدات اللي كانوا يقربوها قبل. شكرا الله لك خير، دكتور يعطيك الف جوزيف عافية. حلو، رئيس او مدير قسم العناية الطبية في وزارة الصحة. شكرا لك.